FM. الكلمة ليك من زيزو. زيزو كنا شفناك في الفيلم بطلة من أبطال الفيلم بدون اثنين للجنان السعدي، طفل الشمس، طيب الوحيشي، خسوف وقيرة للفاضل الجزيري. خسوف تعدى القيرة، مازال ما تعداش فاضل الجزيري. بلاك مامبا فيلم آخر زادة تونسي. أمل جليتي، أمل جليتي مخرجة شابة، أول فيلم عندها. كيف كيف إلا زبيدة في الجزائر، وبينتو جسد غريب لرجال عماري مش يخرج الفيلم هذا. يعني تقريبا بطولات لمجموعة كبيرة من الأفلام. سارة الحناشي ومسيرة سينمائية يظهر لي تخطو في خطوات مهمة ومهمة جدا. جيسبر بون والله. ميرسي. مش حابين نقول لك، غلط لي حاجة ولا ميرسي نجم تمشي. ميرسي سارة الحناشي، كاو حكينا عليك في الموضوع. ولا نرجع معك، كيفاش دخلت للسينما سارة الحناشي؟ البدايات كيفاش كانت؟ بديت والله بديت في تياتر، في تياتر مع توفيق جبالي، وميم تو عملت دونس تياتر مع نجيب بن خلف الله. بعد مشيت عملت كاستينج كيما الناس الكل، فيلم الطيب الوحيشي. قال لي باش تقعد وقت الطيب الوحيشي، قال لي باش تقعد في بري سيليكسيون، ومن بعد خذيني للفيلم اللي كان معناتها كانت عندي اول تجربه. بون كانت صعيبه على الاخر، خاطر تكنيكمون معناها حتى لي زاكتور اللي معايا، ما فما محمد مراد اذا كنت حتى هو اول تجربه عنده في السينما، كي كنا ضايعين شويه معناها كي تكنيكمون ما كناش كيفاش نعرفوا نتحركوا بارابور الكاميرا وكل شيء. مي كانت تجربه بيها تعلمنا كبدايه من الاول، كانت هي الدرس الاولاني في السينما. اليوم ساره تعرف تتصرف قدام الكاميرا، ساره اليوم مازلت ديما نتعلم، بون قاعده نتحسن بشويه، ما مازلت كي مازلت في المرحله التحضيريه. برشا تواضع صار، برشا تواضع مع ممثلة عندها بطولات الأفلام هذوما كل نجم يكون واحد غلط، اثنين ثلاثة، مش كلهم غلطين في اختيارك. ثم مواصفات أكيد عند سارة الحناشي اللي تخليها اليوم تاخذ بطولات في الأفلام. الكلمة ليك.